دجانا زينا المسيح هتفنا لدم الشهيد واجهنا داشكا واربي جي شان نبني سوداننا الجديد. دجانا زينا المسيح هتفنا لدم الشهيد واجهنا داشكا واربي جي شان نبني سوداننا الجديد. مجتمعين اليوم نحن في هذه الوقفة تضامنا مع الداخل، تضامنا مع الثورة السودانية، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولوقف قتل المتظاهرين السلميين. الوقفات بتكون مستمرة بشكل كل فترة بتطلع وقفة، والوقفات ما بس هي النشاط اللي بنمارسه نحن في الخارج، بنكتب مذكرات، محاولات لفتح النظام وفتح ممارساته، فتح قتله للمتظاهرين السلميين، اغتصاب السلطة، الانقلاب العسكري. دي كلها قضايا نحن ضدها، بنتظاهر ضدها، ونحن ما بنتجزأ بأي حال من الأحوال مما يدور داخل الوطن، جزء لا يتجزأ. بالتالي موقفنا ما هو إلا موقف أي مواطن قاعد داخل السودان، نتأثر بما يتأثر به المواطن السوداني. ومن المنطلق ده نحن عندنا دور بوصفنا الناس قاعدين خارج السودان بإيصال رسالة الثوار إلى الخارج. أربع سنين نحن واقفين مع الشعب السوداني وما حنتراجع، حنمشي مهما كلف الثمن في سبيل قيام الدولة الديمقراطية المدنية اللي بتكفل كل الحقوق لكل أطراف الشعب السوداني ولكل العرقيات الموجودة في السودان. دولة المواطنة، الدولة اللي بتحترم الناس واللي بتحترم القانون واللي بتحترم الشعب السوداني وبتحترم إرادته. شكرا. التحية لشعبنا السوداني العظيم والمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية. هذا اليوم، هذه الوقفة بالتحديد تنتظم في جميع مدن البلاد وفي خارج البلاد، وهي تأتي في إطار مقاومة الشعب السوداني في طريق إسقاط الإنقلاب. هذا الإنقلاب يجب أن نتكاتف جميعا لإسقاطه، لأنه عمليا يصادر الحريات ويقوم بتقتيل المواطنين. هذا الإنقلاب يؤسس لدولة الجنجويد. دولة الجنجويد هي التي رأينا مثال لها عدة مرات في الاغتيالات التي تمت، بما فيها رفض الاعتصام وفي كل الشهداء الذين استشهدوا بعد انقلاب 25 أكتوبر. لذلك نحن نناضل من أجل إسقاط هذا الإنقلاب لنفتح الطريق أمام قيام الحكم المدني وبناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية. بنقيف معاهم، بنقيف مع أسرهم، بنقول لهم إحنا معاكم من كندا، في أونتاريو، تورنتو، واقفين معاكم مع قلتنا لكن قلوبنا معاكم، بوقتنا، بجهدنا، بمالنا، بكل ما نقدر عليه يعني. فوقفتكم دي ما زال يا اخوان، الناس ما تستخف بها وتقول احنا بسيطين. احنا كتار وشايلين قضيه، ما كتار سايع، كتار وشايلين قضيه مهمه جدا اللي هي قضيه الوطن.